حديقة الحيوانات. كانت هناك حديقة حيوانات في المدينة محاطة بالجبال، وكان الحارس العجوز يعنى بالحيوانات في الحديقة كل يوم. يا لك من مشاغب، أريد أن أنظف هذه الغرفة لك. وكان بيت الحارس مقابل بركة البط. وفي منتصف إحدى الليالي، وحين كانت جميع نائمين، شب حريق صغير على مسافة قريبة من الحديقة، وتحول شيئا فشيئا إلى حريق كبير. إني أشم رائحة شيء غريب، إنها رائحة أوراق وأخشاب تحترق. ما هذا يا ترى؟ ما هذا؟ يا حارسنا الطيب، تعال بسرعة، تعال. سمعت أحد يناديني، من يكون يا ترى؟ لا أرى. يا حارس. قفص الراكون. أنا هنا. ماذا حدث؟ الوقت منتصف الليل. ألا تشم معي الرائحة؟ إن شيئاً يحترق. فعلاً شيء يحترق. من أين مصدرها يا ترى؟ رائحة الحريق قريبة من هنا. نعم هذا غريب، سنرى. هل ترين شيئاً يا زرافة؟ شيء يحترق. إنها تحترق. أين مصدر الحريق؟ إنها في تلك البناية البيضاء ذات الثلاث طوابق. تقصدين البناية ذات النوافذ الأربع المربعة؟ هذا صحيح. دكان الألعاب النارية، هل الحريق قريب منه؟ نعم. سيكون أمرا مريعا لو احترق هذا الدكان. الألعاب النارية ستحترق. وانطلقت الألعاب النارية الشبيهة بالأزهار في الجو، وبدت المدينة كأنها حوض زهور، لكننا لن نستغرق وقتا طويلا في مشاهدة ذلك. وسقطت الألعاب النارية على الأرض محترقة. يا للهول، لقد امتدت النار إلى حد كبير. ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ أيها الحارس، هيا بسرعة، اتبعني، هيا بسرعة قبل أن ترتعب الحيوانات. هيا بسرعة. ماذا تقصد يا مدير الحديقة؟ ألم تفهم؟ ماذا لو هربت الحيوانات من الأقفاص وهاجمت الناس في المدينة؟ أنت المسؤول عن هذا، لا تدع الحيوانات تخرج من الحديقة، أتفهم؟ لا أستطيع القيام بهذا، أعذرني. هذا أمر. ولكنني لا أستطيع. إذن سأعمل أنا بدلا منك. ماذا تفعل يا مدير الحديقة؟ توقف أرجوك، لا تطلق النار، هذه حيوانات وديعة أرجوك. أنا مدير هذه الحديقة. يا إلهي، النار تمتد بعيدا. حسنا، إذا قلت أنك ستكون مسؤولا عن الحيوانات فإنني لن أطلق النار عليها. نعم أنا سأكون مسؤولا. إذن وقع هنا، وسوف تتحمل ما عليك من واجب. نعم سأفعل يا سيدي وبسرور. الحيوانات غالية الثمن لو أنني بعتها للسيرك، وقد أخذتها مني بلا ثمن. لكن إذا لم تقتلها وهاجمت الناس ستكون أنت وحدك المسؤول. هل فهمت؟ بعدئذ أخذ الحارس يفكر بما يجب أن يفعل،
لكن الوقت كان ضيقا والحيوانات في خطر، وكان عليه أن ينقذ الحيوانات من الحريق. أيها الحارس الطيب، نحن جميعا ممتنون جدا لطيبتك وكرمك، أنت تفكر بمصيرنا جميعا. لم أفعل شيئا يستحق، لكني لا أعرف كيف أخلصك من الحريق. لا تقلق، سنكون مستعدين لذلك، كل واحد منا مستعد. مستعدين لماذا؟ أخبرني. نحن نعلم أننا لن نستطيع الهروب الآن، فالنار قد وصلت إلى هنا. الحيوانات القوية فقط هي التي تتمكن من الهرب كالنمر والفيل. عليك أن تفعل ما قاله لك مدير الحديقة. أوه لا تكن سخيفا، هكذا إذن أراكم قد لزمتم الصمت فجأة. سأفعل ما أراه أنا، لقد اتخذت قرارا، سأذهب لأفتح جميع الأقفاص. طبق قيادة الحيوانات القوية التي ستخترق الحريق من مكان ضعيف، سيمكن الهرب إلى الجبل. لا تنسوا أن تساعدوا الحيوانات الضعيفة والصغيرة، لا تنسوا يا أصدقائي. تهيأوا، هيا يا قرد هيا، افتح أنت الأقفاص بهذه المفاتيح، هيا بسرعة. كانت الحيوانات فرحة وكانت تبكي عندما سمعت ما قاله الحارس، ولم تهرب الحيوانات لكنها تجمعت حول الحارس. ليسمع الجميع، هذه الحديقة أصبحت للحارس الطيب، وعلينا أن ننقذ الحديقة من الحريق، هل تسمعون؟ لا تكن سخيفا، اخرجوا من هنا بسرعة، دعوا أمر الحديقة لي، هيا انطلقوا لنطفئ الحريق، هيا. الحيوانات تخاف من النار، لكنها بسبب ما قاله الفيل تشجعت وكانت تريد تقديم الشكر للحارس الطيب. حسنا، ينبغي علي أن أعمل أنا أيضا. الفيل ووحيد القرن ذهبا خارج البوابة ليحاصرا النيران من هناك، وهكذا توقفت النار عن الانتشار. هنا هنا على مهلك. أنا خائف. لا تخف لا تخف، سأكون معك. وهكذا استطاع الجميع بالتعاون أن يهزموا النار. حسناً فعلتم كلكم، هل أصيب أحد ويحتاج للعلاج؟ نعم، لقد ذهبت الجمال بعيداً. لقد جفلت الحيوانات وبعضها هرب بالفعل. عادت الجمال. أين كنتم يا جمال؟ كنا قلقين عليكم. ذهبنا إلى الجبل لنجلب بعض الطعام. لابد أنكم جائعون، إننا معتادون على الرمال الحارة، ولهذا كان بإمكاننا المشي رغم الحريق ورغم صعوبة الجو. شكرا يا جمال، هيا أيها الأصدقاء لنأكل. هيا لنأكل. وبتعاون الحيوانات مع بعضها تم إنقاذ الحديقة من الحريق، وسيكون الجميع في الحديقة مسرورين لأن الحارس الطيب أصبح مدير الحديقة. صفارة الطيور. كان هناك حطاب وعائلته يعيشون بجوار الغابة. أسري يا أختي، هيا انتظرني يا أخي. أسري، فلابد أن أبي جائع الآن. أبي، هذا غذاؤك. أوه، هل جاء الوقت؟ دعونا نأكل إذن، هيا.
إنك تصنعين خبزا جيدا يا ابنتي، حقا إنها لذيذة. شكرا. خذ أيها الطير كل هذا، تفضل. أوه، كلوا كثيرا. هيا هيا. أرجوك يا أبي، أريد أن أسمع أغنية الطيور. حاضر. كانت الطيور دائما تغني في هذه الغابة. ما أجمل غناء الطيور، سأذهب لأرى. إلى أين أنت ذاهب يا سيدي؟ جعلت الطيور تغني بذلك الصفير. شكرا لك على غنائك أيتها الطيور. شكرا يا حطاب. سيدي، أعطني هذه الصفارة. ماذا؟ ألم تسمع ما قيل لك يا حطاب؟ ولكن يا سيدي، هذه دون مستواك بكثير، إنني أخجل أن أقدمها لك. قلت أريد هذه الصفارة، إن لها مفعول السحر على الطيور حيث تجمعهم سوية. ولكن يا سيدي، ألم تسمع أمري أيها الحطاب؟ سمعت، ولكن يا سيدي. كلا يا أبي، لا تعطيه الصفارة أبدا. اخرس يا ولد، هذه الغابة ملك سيدي، ألم تسمع؟ اسمع، إذا لم تعطيني الصفارة سأطردك من عملك، أتفهم؟ ولن تستطيع بعد ذلك إعالة أسرتك. أبي، لقد فهمت. حسنا، تستطيع مواصلة عملك. أبي. أوه، لم يكن بيدي حيلة. لو رفضت طلبه سنعيش حياة صعبة يا أبنائي. إنها الأوامر. أقول يا أبي. مالك يا بني، لماذا لا تنام؟ ماذا سيفعلون بتلك الصفارة؟ هل يعاملون الطيور بقسوة؟ لا تقلقي، ها، نامي ابنتي، نامي. وفي الصباح التالي جاءت العائلة إلى الغابة في وقت مبكر. لا أسمع غناء الطيور، لماذا يا أبي؟ لا أستطيع أن أرى الطيور يا أبتي. ماذا حدث يا ترى؟ سأبحث عنها. وأنا أيضا. غريب. لا أشعر برغبة في العمل اليوم. الطيور لم تعد تغرد، يا للأسف. أي أنت يا حطام، ماذا تريد ثانية؟ كيف تجرؤ على خداع سيدي؟ وبأي شيء خدعته؟ أخبرني. اقبضوا علي، هيا بسرعة. لماذا؟ ما الذي جنيته؟ لماذا؟ أبي، ماذا فعل أبي؟ ابتعد عني. ماذا فعل؟ لقد غير الصفارة سرا وأخفى الصفارة الحقيقية عن سيدي. هذا غير صحيح. اخرس، تعال إلى القلعة، هيا بسرعة. هو الحطاب يا سيدي. ما أقسى هذا؟ أيها الحطاب، الطيور لم تغني على صوت هذه الصفارة. أين الصفارة الحقيقية؟ هذه هي الصفارة الحقيقية، صدقني. كفاك خداعا، أريد أن أسمع الطيور تغني. لو كانت هذه هي الصفارة الحقيقية، حاول أن تجعلها تغني.
إن غنت الطيور سأسامحك، وإذا لم تغني سألقي بك في السجن، أتفهم؟ ماذا حدث؟ إنها لا تغني. أنت مخادع، ضعوه في السجن. كان السيد يريد بأي شكل سماع الطيور وهي تغني، فأصدر أمرا بأن من يستطيع جعل الطيور تغني يستطيع أن يطلب أي شيء. أتغيرة؟ خيرة آخرون. أتسمح سيدي؟ أنتما ماذا تريدان؟ نحن نعتقد بأننا نستطيع أن نجعل الطيور تغني يا سيدي. حقا؟ أنا متأكد. حسنا حاولا، وإن فشلتما فسيكون مصيركما السجن كأبيكما. ماذا تفعلان؟ كفى. انظر أرجوك، إنها مسرورة لأنها تحررت من الأقفاص. انظر، إن الطيور أصبحت تغرد حقا. ستغني لك الطيور وهي تحلق في السماء. أرجوك يا سيدي، دع أبي يحاول استعمال الصفارة في غابتي مرة أخرى. أرجوك، هاتوا أباهما من السجن ودعوا الطيور تذهب إلى الغابة. هيا بسرعة. الطيور سعيدة. لم أسمع أغنية جميلة كهذه من قبل. نعم إنها حقا جميلة. ما أروع هذا، كنت مخطئا، الطيور لم تغني لأني كنت أحبسها في الأقفاص وأحرمها من الحرية. إنها غلطتي، سامحوني يا أحبائي. أبي، الطيور تريد أن تغني أكثر، أسمعها عزفا. حسنا، أنا حاضر. وبدأت الطيور بالغناء بعد أن تحررت من أقفاصها الضيقة، وأحس الرجل بأنانيته وحاول تحسين سلوكه، وأصبح الجميع الآن فرحين لسماعهم الطيور وهي تغني.